أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. المعاناة التي يعيشها المبدع في اليمن تضعه بين خيارات ثلاثة، فإما أن يترك موهبته وإما أن يغادر إلى بلد آخر ينظر إلى موهبته بعين الاهتمام كما فعل الكثير من المبدعين، وإما أن يعيش مهملا يعاني قسوة الحياة وشظف العيش، حيث يعيش المبدعون ظروفا قاسية فاقمت الحرب من فظاعتها، فبعضهم يبحث عن دواء له وبعضهم عن مسكن وآخر عن غذاء له لأطفاله. فكيف يمكن للإبداع أن يزدهر ويتطور في ظل هذه الظروف العصيبة وغياب الاحتياجات الأساسية؟ وإن كانت الجهات الحكومية لا تفرغ لهؤلاء الكوادر مساحة مهمة في أيام السلم والرخاء، فإن التجاهل والإهمال يزداد أكثر في ظل وضع كهذا. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنناقش التحديات والصعوبات التي يواجهها المبدعون والموهوبون اليمنيون. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم للمشاركة في موضوع الحلقة، نتابع التقرير التالي حول الموضوع. لماذا يبدع اليمنيون حين يخرجون من الوطن؟ سؤال تقليدي يبرز مع أي تكريم أو بروز أو نجاح يحرزه يمني في أي من دول العالم. لعل الإجابة تكمن في أن المبدعين اليمنيين إنما وجدوا في دول المهجر والاغتراب الإمكانات التي ساعدتهم على التميز والنجاح، فضلاً عن المناخ العلمي والتحفيزي المتاح، وهو للأسف ما يفتقرونه في وطنهم. كثيرة هي الأسماء اليمنية المشهورة في مختلف المجالات رفعت اسم اليمن عالياً في محافل دولية علمية وفنية إبداعية وغيرها، ولا يتسع المجال لحصرها. قلة ذات اليد وضعف بل وانعدام للدعم والرعاية لطموحاتهم عوامل تضحمل معها الأحلام، خصوصاً إذا كان المبدع يفتقر لمستوى معيشي يحقق له ولو الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والمعيشي. ورغم كل شيء إلا أن ثمة من يحفر نجاحه بأظافره بما أمكن من الإمكانات المتاحة في الداخل اليمني. مثل هؤلاء جعلوا من ظروفهم المتاحة حوافز لتحقيق إنجازات قفزت بهم إلى مصاف التكريم والتميز في محافل إقليمية ودولية، فلا حدود للطموح ولا شيء يمكنه أن يحبس الأحلام. ومن بين ركام الأزمات يكاد لا يمر شهر دون أن نسمع تكريما بالفوز أو بالتقدير لشخصية يمنية، سيما من الشباب في مجالات التحصيل العلمي أو الاختراع والإبداع والفنون، إلا أن أولئك أقصى ما هم بحاجته يتمثل في شيء من الاهتمام والرعاية واعتبارهم أولوية تستحق الدعم، أولى من مصارف تستنفد المال العام على حساب المجال العلمي والإبداعي. إذن تابعنا هذا التقرير عن موضوع هذه الحلقة عن المبدعين والموهوبين والتحديات التي تواجههم. لدينا اتصال في بداية هذه الحلقة الأخ عز الدين الضبيبي الشاعر من المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخ عز الدين. هلا يا أخي سامي، أشكركم. أولا أنا مشاعر مضمن جوابك من جدة. طبعا إذا تكلمنا عن المشاكل المعروفات اللي تواجه الموهوبين والمبدعين في اليمن، عندنا عدة إشكاليات كثيرة تواجههم. أول إشكالية ممكن يواجهوها هي أول شيء الجانب الأسري. الأسرة في اليمن يعني ما تعترف كثير بالموهبة، كونها مش انه يعني عدم اعتراف تماما، الاسره بحاجه الى مصدر رزق، بحاجه الى معيشه، تقول لك انه يعني موهبتك هذه ما تاكل عيش، اذا كنت غني او كنت مصمم او كنت فنان او رسام او لا اعرفها، يعني يقول لك هذه الموهبه ما بتاكل لك عيش. بالجانب الاخر اذا سافرت لبرا تجد موهبتك هذه كلها يعني محتفى بها من جهات بدأت فعلا انها تدخل لك مصدر كبير. ليش الشيء هذا؟ بسبب تدني المستوى المعيشي في اليمن. فالاسره بحاجه الى 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 من يعولها، مش الى موهوب. فذلك اكثر الناس الموهوبين اللي يخرجوا من اليمن يكونوا من صلب اسر فقيره جدا. هذا بالنسبه للجانب الاسري. اما بالنسبه للجانب الاعلامي فالموهوبين والمبدعين في اليمن مغيبين تماما عن الجانب الاعلامي، يعني يعدهم يكونوا محصورين على الحاره، على المدرسه، على المنطقه. واول ما يطلعوا من اليمن ويحققوا انجاز، يحققوا نجاح،
على طول تلاقي وسائل الإعلام يعني تواصلت معهم، الجهات الحكومية ذكروهم. طيب أنتم فينكم من البداية، من قبل، من أيام ما كان الموهوب هذا يعاني، من أيام ما كان يفتقر إلى أقل الإمكانيات عشان ينمي موهبته. طيب ما المطلوب من المجتمع عز الدين؟ ما المطلوب من المجتمع والجهات المعنية بالشباب المبدعين؟ المطلوب من المجتمع تنمية الجانب الأكاديمي، يعني فتح مراكز للموهوبين المبدعين برعايات حكومية. تمام، عندك المدارس نفسها، المدارس تكتظ بالموهوبين المبدعين، يعني أعتقد في دول كثيرة عندهم مادة اسمها التربية الموسيقية، عندهم مادة الفنون الجميلة. احنا عندنا مادة الفنون الجميلة كانت عبارة عن حصة رسم ولكن نرجع نخرجها حصة نظافة، ما في أي اهتمام في المجال. لازم عشان نتطلب فعلا من الحرب، لازم نعلم الأطفال، نعلم العالم الفن، ونعلمهم الموهبة، لأنها هي البديل عن الحرب. صحيح، هذا هو المطلوب فعلا من الجانب الحكومي والإداري، تخصيص ميزانيات، تخصيص مراكز ومدارس للموهوبين المبدعين، تسليط الضوء عليهم. أيضا فوق هذا كله لازم أنهم يهتموا بهم ماليا، يعني مش مستحيل انا مثلا اكون موهوب وما الى ذلك وعندي موهبه وافتخر فيها بالتلفزيون او شيء زي كذا، بس ماني لاقي لقمه عيش، ايش استفيد من موهبتي يعني هذه؟ طيب لكن ربما هذا الوضع هو في كل الدول، يعني الحكومات لا توفر ربما رواتب للمبدعين، هو يعمل من خلال هذه الموهبه التي يمتلكها ويطورها وتصبح ربما مجال لعمله. مش 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 للدرجه هذه تسامي، يعني اعتقد في بقيه الدول عندهم جمعيات الثقافه والفنون، عندهم جمعيات للرسامين، عندهم اقل شيء توفر مبلغ بسيط. احنا عندنا فنانين كل يوم نسمع خبر الفنان الفلاني مريض، الفنان الفلاني بحاجه الى عمليه، ونرجع يلا يعني يدوروا فعلا حق العلاج. صحيح، وزي ما انتم شايفين اكيد في مواقع التواصل يفتقروا الى ابسط حقوقهم اللي هو حق الصحه، حق العلاج. صحيح، شكرا جزيلا لك عز الدين، اشكرك. طيب اتصال اخر، الاخ جمال الصبري لاعب المنتخب الوطني للمصارعه، اهلا بك اخ جمال. مساء الخير استاذ سامي، والله مشاهدينك الكرام. مساء النور، هل الى اي حد هناك اهتمام، انت اليوم لاعب في المنتخب، الى اي حد هناك اهتمام ربما نقول بمن هم معروفين وظاهرين ويمثلون المنتخبات الوطنيه؟ ربما قد يكون هناك تقصير او تجاهل ربما للمواهب المغموره، هل ايضا هناك تقصير وتجاهل بحق الشخص المواهب المعروفه ربما التي باتت ترفع اسم الوطن؟ والله شوف يا عزيزي، بدايه انا احب اقول لك انه الحديث عن موضوع الصعوبات اللي تعيق المبدعين اليمنيين هي بالطبع يعني موضوع شائك جدا وكبير. احنا في اليمن لدينا للاسف الشديد يعني مؤسسات وانديه واتحادات، خليني دعيني اتكلم معك بالجانب الرياضي فقط، ولي انا يعني مختص فيه او يعني عشت تجربه كبيره فيه. انا لي في 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 المصارعه وفي الرياضه 8 سنين، اول بطوله محليه اخذتها كان عمري 12 سنه. يعني انا امارس الرياضه من عندنا الطفل الصغير، حققت انجازات كثيره، 7 بطولات محليه و4 بطولات دوليه، مراكز اولى جميعها. لكن للاسف الشديد بعد هذا المشوار يعني اللي هو اعتبره طويل ومثمر، يعني تجي في فتره من الفترات انا تعرضت لاصابه، ما حد سال عليك يعني خلاص تجنب على جنب. شوف الكارثه مش يعني انا لا بشكل شخصي يعني، لكن هذه كارثه حقيقيه يعني انه 7 سنين أو 8 سنين رياضي يبذل جهد، الدولة اصلا تكفلت بحاجة، صح ان احنا ما حصلناش يعني على المستوى الشخصي هذاك الامكانيات او هذاك الفلوس اللي ممكن، يعني تقدر تقول احنا حصلنا الفتاتيت مثل ما يقولوا الملايين، لكن الدولة بالطبع صرفت ملايين الريالات، مليارات، صندوق النوش الشباب صرف ملايين ومليارات ريالات على الرياضة، لكن هذه كلها راحت في اماكن غير اماكنها الصحيحة. كيف صرفت على الرياضة وذهبت الى اماكن غير صحيحة؟ صرفت على الرياضة بالاسم للأسف الشديد. شوف أنا شخصيا وصلت لقناعة أن هناك مؤسسات رياضية وجدت لتسلب مال الدولة، تسلب موارد الدولة، الفلوس هذه اللي تجي عشان دعم الرياضيين، عشان تنمي الرياضة، عشان تنمي قدرة الرياضيين، تروح لأماكن أخرى تماما ما لهاش علاقة بالرياضة للأسف الشديد يعني. طيب هو أنت حالتك سنتعامل معها ربما كنموذج، أنت أصبت ولم يحصل الاهتمام بك، يعني هل
ذهبت وعاملت وراجعت في المؤسسات المعنية داخل القطاع الرياضي وتم تجاهلك؟ شوف يا أستاذ العزيز، أنا من قبل يعني انصبت في أكثر من مرة، في أكثر من مرة هذه الإصابات كنت تتعلق على حسابي الشخصي. يعني أنت حتى شوف، حتى لو عاملت، حتى لو قدمت، وللأمانة كان في بعض التجاوب من بعض المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، لكن للأسف الشديد هو يحصل تعقيدات كبيرة. يعني هناك إجراءات يطلبوها عليك تخليك تسيب كل حاجة، تقول لهم خلاص أنا مستغني، يعني إن أنا أقوم بهذه الإجراءات كلها وأنا حالتي أصلا النفسية مش مستقرة. أنا يعني بعد ما قدمت للرياضة هذا عمري هذا كله، يعني 7 سنين من حياتي كنت أقدر أن أنا أحقق بها إنجازات أخرى في مجالات أخرى، يجي يشتيك يعني تقوم بإجراءات تجلس تعامل عنده يعني 2 سنين ولا 3 سنة. أنا والهدف من هذه الإجراءات الروتينية هو يعني التطفيش، يعني حتى تمل وتكل. بالضبط يا أستاذي، شوف أنا لي تجربة مع زملائي، عنده قطع في الرباط الصليبي، الكابتن ميثاق العقبي والكابتن عبد الله القريد عنده قطع في الرباط الصليبي يعني في الركبة، يعني يحتاج العملية ضروري. هذا الشخص له سنة يعمل في وزارة الشباب والرياضة عشان يخرج $1000 ولا $2000، ولا خرج $1000 $2000 يحسبوا لك بسعر الطرف اليمني 250، يعني تقدر تصرف $1000 ترجع لك $600، قيمة العملية وحدها $3000. وضع أنا بائز. حتى الآن شوف، بالإضافة إلى أنه أنا بمشكلة حقيقية في إيش، يعني المؤسسات اللي توجد لحماية الرياضيين مش موجودة، مثلا الطب الرياضي. الطب الرياضي أنا رحت عندهم مرة يجيبوا لك بنادول، هذا أكثر حاجة ممكن يجيبوا لك، يعني عندك إصابة في الظهر ولا في الرباط الصليبي ما يمكنش يقدم لك أي حاجة. طيب المشكلة أن صندوق النشو والشباب، صندوق النشو والشباب هذا من أكثر المؤسسات داخل البلد الأكثر إيرادا وربما ميزانية، ومع ذلك هي ربما هدف ومغنم لكل المسؤولين حتى يتم نهب إيراداته، يعني لا تصرف. صحيح. لا تصرف. بالضبط يا أستاذي، شوف إحنا نتكلم من صندوق النشو والشباب رواتب، لكن أنا بجوز $50، بينما المكافآت والإلاوات اللي تخرج للموظفين الصندوق وللوزارة ولموظفين الصندوق وللوزير والحاشية تطلع ملايين الريالات، لكن هم مستكثرين أي حاجة على الرياضيين. لا، لكن شوف أنا شخصيا وصلت لقناعة حقيقية إنه هذه المؤسسات الرياضية أما أن تدعم، يعني عندما يتم دعمها بكل هذه الموارد المالية، إما أنها تخضع للرقابة والمساءلة، ولا هذه المؤسسات تحل، يعني هذه الفلوس تحول لمشاريع تنموية تخدم البلد. يعني إحنا كذا لو ما لناش مستقبل بالرياضة. طيب إلى أي حد أنتم كمبدعين؟ إلى أي حد أنتم كمبدعين وموهوبين وربما تحققوا إنجازات للوطن يستفزكم ظهور وحضور المسؤولين معكم للتصوير بعد التتويج؟ يعني ربما هم يتصدروا المشهد بعد التتويج والفوز، ويقول ربما أنهم يريدوا يصل رسالة نحن نهتم بهؤلاء الكفتة. إلى أي حد يستفزكم أو تستفزكم هذه الصورة؟ هي بالطبع أستاذ، لا تقلبش المواجع. شوف أنا أقول لك حاجة، أنا في 2015 حققت مركز أول على مستوى غرب آسيا في بطولة دولية وهزمت مصارع إيراني، يعني على الجانب الرياضي، يعني الإيرانيين في الرياض في المصارعة أبطال عالم يعني على مستوى دولي. بعد هذه يعني حصلت إشكالية وتجاذبات وكذا، لكن كل بالأخير بعد 2 3 شهور انتهى الموضوع. كل اللي حصلته يعني تقريبا ما يتجاوز 100,000 ريال كمكافأة مالية، تكرم بها الوزير، يعتقد أنه تكرم بها، وانتهى الموضوع يعني على خير. طيب يا جمال، سؤال أخير أسألك، يعني سؤال أخير وهم باب الفضول، عندما يحقق أي منتخب وطني إنجاز نسمع في الأخبار أنه صرفت مكافأة لهذا المنتخب، هل الإداريين والمسؤولين أيضا ينالهم نصيب من هذه المكافأة؟ هل تصرف لهم أيضا مكافأة؟ مثلا نسمع 15 مليون 20 مليون هم يأخذوا جزء من هذه المبالغ وتصرف لهم أيضا؟ أكيد أكيد أكيد. شوف كل مكافآت رياضية تحصل للرياضيين، الإداريين والمدربين والمشرفين. لا سهل المدربين، أنا أقصد موظفي الوزارة. أيوة لا مدرب الإداريين أكيد أكيد، الإداريين اللي يكونوا موجودين في البعثة الرياضية اللي تروح تشارك هم يحصلوا تكريم نفسهم نفس اللاعبين. انا اقول لك نقطه اخيره بهذا الموضوع، في موضوع المكافآت والمشاركات الخارجيه. شوف نحن في الالعاب الفرديه، الالعاب القتاليه اليمنيين بنحقق انجازات كبيره يعني على مستوى كبير، لكنها مغيبه تماما عن الاعلام، مغيبه لانه اصلا اللي ماسكين وزاره الشباب والرياضه مش مختصين، مش عارفين قيمه هذه الانجازات. لكن بينما الالعاب الجماعيه اللي هي العاب شعبيه مثلا كره القدم، انا ما اقولش انهم يعني مرتاحين وانهم يدعموا بشكل كبير، ربما اهتمام اكثر بهم. ايوه هناك اهتمام كبير بهم، لكن هم لا يستطيعون يقدموا، لانه العالم اصبح يا استاذ الرياضه في العالم اصبحت يعني حياه، واصبح علم، هناك مراكز دراسات وابحاث
هناك فرق فنية ودكاترة وأطباء وعلماء يهتموا بهذا الموضوع. احنا عندنا كل ما يعني ظهر حد عرف يتكلم كويس او انه برز وزارة شباب الرياضة. شكرا جزيلا لك جمال الصبري، واتمنى لك التوفيق دائما. شكرا لك. اتصال اخر عمار الناشط الشبابي عمار مرشد، اهلا بك عمار. اهلا سامي. عمار برايك ما هي ابرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المبدعين اليمنيين؟ والله شوف انا سمعت كلام الكابتن جمال وافاد بجانب مهم جدا اللي هو جانب احتواء الشباب من جانب الحكومه، هذا الجانب الاول. بس انا من وجهه نظري شايف انه ابرز تحدي بيواجه الشباب نفسهم هم انفسهم، يعني نقص الوعي لديهم ان في جهات حكوميه، ان في معنا قوانين، في معنا كمان ميزانيات في امانه العاصمه في وزاره الشباب هذه مخصصه للمبادرات والافكار الداعيه حق الشباب. هذه واحده من التحديات اللي بيواجهوها هم، لو عارفين ان معنا اكثر من 700 مليون ريال موجوده في وزاره الشباب والرياضه، هذه دعم للمبادرات والافكار الداعيه للشباب، وبداوا يفعلوا مناصره ويطالبوا بحقهم، هذه حتساعدهم. الجانب الثاني اللي ذكره الكابتن جمال جانب مهم جدا طبعا، انه اللي هو ايش؟ البيئه المناسبه من قبل الحكومه لاحتواء الشباب، لدعمهم، لتاهيلهم. يعني الكابتن جمال اصيب بمرض او عنده مكافاه يتبهذل ويخسر فلوس اكثر من المبلغ اللي حيستلمه عشان يستلمه، فهذه مشكله جدا. ما فيش عندنا احتواء من الجانب الحكومي للشباب والافكارهم وابداعاتهم. طيب ما فيش احتواء وان تطالبهم ايضا انهم يذهبوا ويطالبوا بحقوقهم، يعني اذا كانت هذه الجهات المعنيه والمسؤوله هي ليست لديها الرغبه اصلا بانها تهتم بهؤلاء، يعني المفروض من واجبها ومهامها انها هي من تبحث عن المبدعين وتنمي مواهبهم وتصرف عليهم المبالغ المرصوده في الموازنه. بالضبط. شوف انا اعيد اقول لك انه شوف اللوم الاول والسبب الرئيسي في اللي بيحصل للشباب هم الشباب انفسهم اولا، هم لازم اولا يتوعوا ويبحثوا اكثر في الدستور اليمني، في القوانين اليمنيه، في السياسات العامه اللي حطتها الدوله اللي هي خاصه بدعم المبادرات والشباب المبدعين. منها يبداوا يطالبوا بحقوقهم من هذه الجهات، في حاله ان هذه الجهات رفضت هم قادرين يحولوا القضيه الى قضيه راي عام. يعني انا سمعتك سالت الان الكابتن جمال كلمته على موضوع صندوق النشء والشباب، هذا اكبر سكنة فساد موجودة لا زالت للآن من أيام الرومي عبد السلام ولا زالت للآن موجودة، وهي مش بس ما بتدعمش الشباب، هي بتحاربهم كمان بنفس الوقت، مع أنها أكبر صندوق خاص بالشباب عنده إيراد مالي عالي جدا، بس للأسف الآن كيف يصرف البنود الميزانية اللي موجود فيها؟ بدل مواصلات للوزير، للوكيل، لأصحاب لأبناء الموظفين في الوزارة، لأصحاب المعروفين، وبتم يعني تسليمهم مبالغ محددة وبياخذوا أضعاف مضاعفة منها. لو كانت الجهات هذه اصلا عندها رغبه انها تدعم الشباب كانت قادره تنزل ببرامج توعويه، تقدر تفعل بروشورات، تفعل مسابقات اقل شيء سنويه زي صحيح. مثلا جائزه رئيس الجمهوريه، يعني هذه الحاجه الوحيده اللي عادي لا زالت معانا، ها تقدر تقول انها تهتم بالشباب. وكم المبلغ الذي يصرف للفائز بجائزه رئيس الجمهوريه؟ نحن نتحدث صندوق النشء، هذا الصندوق ربما ميزانيته مليارات الريالات، ايراداته من كل شيء في البلد هناك جزء يقطع ويورد الى صندوق النشء. صحيح صحيح، بس انا ايش اقصد انه على الكلام اللي انت ذكرته انه هذه الجهات او المؤسسات المختصه المفترض انها تبدا من الان تفعل اعلانات، تفعل ارشادات، تعلن عن مسابقات جديده للمبدعين، تعلن عن مؤتمرات للمشاريع الابداعيه والابتكاريه، تشجع رياديين الاعمال، تبدا تستقطبهم هي. بس لانه للاسف عندنا النظام الحكومي عندنا هو عباره عن فساد عالي جدا، ما بيحصلش هذا الشيء، وبتلاقيهم انه بناء على القانون والقوانين الخاصه باليمن، في حاله ان الميزانيه كانت عاليه جدا وما صرفت في حينها قبل ما تدخل في السنه الماليه الثانيه، يصرفوها. كيف يصرفوها؟ ممكن يوزعوها هنا بدل سفر، ممكن يسووها مكافآت، ممكن يجيبوها بدلها سيارات وحاجه زي كذا. وبالنسبه لصندوق النشء والشباب، انا من وجهه نظري انه هذا الصندوق لو تغلق وتغيرت الإدارة اللي موجودة فيه وتم فتحها هيئة مستقلة خاصة بالشباب، مستقلة ماليا وإداريا وإلى آخره، صدقني إنه الشباب والمبدعين حيبدأوا يطلعوا من اليمن على مستوى كبير فوق ما تتخيل، لأنه هذا الصندوق هو أكبر سبب رئيسي لأن الشباب الآن مش قادرين يطلعوا ولا أنهم يبدعوا ولا حتى أن أفكارهم الريادية تطلع. وأكبر دليل أنه أي يمني ريادي أو مبدع أول ما يخرج من اليمن بتلاقي بيتصدر كل الصحف، كل الأخبار، كل الإعلانات، في التلفزيونات مقابلات أنه هذا الشاب اليمني سافر للدولة الفلانية وقدم مشروع للحكومة، كان ريادي أو كان إبداعي أو كان شيء ولقى اهتمام. الشباب هم لازم يبدأوا من الآن يبدأوا يوعوا أنفسهم عن الحقوق اللي هي موجودة معاهم، وبعدين يفعلوا عملية ضغط ورأي عام ومناصرة حول المؤسسات اللي المفترض أنها توفر لهم الحقوق حقهم، كدعم مالي، كمسابقات، كبيئة حتى أقل شيء مناسبة أنهم يشتغلوا البرامج الريادية والإبداعية. ومن هنا حيبدوا الناس يتفاعلوا أنه معنا مبالغ أكثر من مليار في السنة موجودة في صندوق النشء والشباب، فلم تصرف، ما تصرف،
وفي الاخير بيقول لك تعالوا مش يكون في عمل تطوعي. هذا مش منطقي يعني. في الاخير الشباب لازم يعرفوا انه لهم حقوق، ومش اي واحد يقول لك تعال معي تطوع تقول له حاضر. لازم تعرف انه في معك ميزانيات موجوده، زي ما انت قلت امانه العاصمه بتورد جزء من المبلغ لصندوق الشباب. صندوق من كل شيء، من كل شيء، يعني من السجائر، من كل شيء، من اتصالات، من الاشياء. بالضبط بالضبط. اشكرك جزيلا عمار على كل هذا الطرح، شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك. هجرة الكفاءات كان هذا عنوان امتلأت به كتب الفكر التي تتحدث عن العقول النيرة التي استطاعت أن تكون لها أدوار مشهودة في مجالاتها، لكن هذا المصطلح الذي ظهر كان يشير إلى أن هذه العقول لم يكن لها حضور في أوطانها الأم، بل كان ذلك الحضور في دول أخرى استطاعت أن توفر لهم كل ما تحتاجه تلك المواهب لتنمو وتزدهر. عن موضوع الحلقة وصلتنا مشاركات عبر الواتساب، نستعرض جزء من هذه المشاركات. تكلم اليوم عن موضوع الموهوبين في اليمن. كما يعلم الجميع اليمن تحتوي على العديد والكثير من الموهوبين في كل المجالات، لكن البيئة في اليمن أصبحت بيئة هدم، بيئة تحطيم لكل المبدعين، لكل الموهوبين، لعدة أسباب. منها الأسباب الأحداث الجارية الآن بسبب الحرب، بسبب قلة الدعم، أو بالأحرى عدم وجود الدعم. فمثلا يعني الموهوب ما لا يجد اي مكان، يعني ايش اي مكان يمارس فيه، يحاول يطور فيه موهبته. الدعم شبه او منتهي. بعض العادات والتقاليد في المجتمع التي تمنع المرأة خصوصا من اظهار موهبتها اصبحت عادات لا تتناسب مع القرن 21. فلكن كلنا ثقة بمبدعينا وانهم بيتحطوا الصعاب وبيواصلوا للأحسن. كل تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح، ولازم إنه نحاول إنه الأحداث الجارية ما تأثر عليهم. فهم أساس الإبداع في اليمن، هم النقطة البيضاء في صفحة كلها سوداء. فكل تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح. طبعا ليس نحن اليمنيين فقط الذين نمتلك المواهب، كل دول العالم تمتلك المواهب، نحن نختلف عنهم فقط في أننا ليس لدينا أي برامج وأي حاضنات لاستيعاب تلك المواهب وتوظيف قدراتها بشكل صحيح. طبعا أبناء الريف يكتشف مواهبهم المدينة، أبناء اليمن بشكل عام تكتشف مواهبهم الخارج. لو أخذنا مثلا مجموعة فترة السبعينات، كان لدينا مجموعة من الفنانين من بينهم الآنسي، المرشدي، أيوب طارش، محمد سعد. هؤلاء الفنانين بقوا في النطاق المحلي ولم يصل صوتهم للخارج، لأن هذا دور الدولة وليس دورهم، يعني لا يوجد دعم لهم. بينما من أمثال أحمد فتحي، أبو بكر سالم، عندما ذهبوا للخارج أبدعوا وتألقوا وصل صوتهم خليجيا وعربيا. طبعا الزمن يختلف عن الزمن الحالي. الزمن الحالي إحنا في عالم التقنية وعالم الافتراضي، كل شخص، المجتمع نفسه هو الذي يكتشف المواهب وليس الدولة. الدولة تقريبا ممكن تستفيد من المواهب بعد شهرتهم وإيصال صوتهم، تستفيد منهم إعلاميا وغير ذلك. نتمنى أن تكون الدولة حاضرة وموجودة منذ الصغر، يعني لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم ودعمهم بالشكل الصحيح. نتمنى ذلك وأملنا بالمستقبل إن شاء الله كبير. يعني بالنسبة للموهوب اليمني أو العربي أعتقد بشكل عام، هو يتعرض للكثير من المعاناة بدأ بالواقع ككل. وأعتقد الأهم من المعاناة هي المعاناة الفقر وعدم حصوله على أشياء، يعني الأشياء الاحتياجات الأساسية، وهو يتعرض للقمع. إذا تابعنا هذه الآراء حول موضوع الحلقة كانت عبر الواتساب. لدينا اتصال الأخ زين الدين، زين العابدين، شاعر. أهلا بك أخ زين العابدين. أهلا بك أستاذ سامي وبقناة بلقيس، وسعيد جدا بمشاركتي معكم وبهذا البرنامج الذي سلط الضوء على موضوع هام جدا، وكان ينبغي أن يناقش أيضا من قبل في كل القنوات وفي كل وسائل الإعلام لأهميته، ليشعر المبدع اليمني أنه في وطن يؤمن بهذا الإبداع، أو ليشعر أن إبداعه يقدم رسالة أو ذات قيمة. بينما على العكس تماما، يعني نشعر بالعجز والإحباط وعدم الجدوى مما نكتب. طيب ما هي أبرز الصعوبات والتحديات الآن؟ هناك الكثير من الصعوبات اللي يواجهها المبدع اليمني. أولا غياب النشاط الثقافي والإبداعي
وهو أهم بيئة حاضنة لاكتشاف المبدعين والموهوبين. يعني تخيل أننا منذ بداية الحرب إلى الآن ربما الفعاليات الثقافية التي أقيمت خارج إطار التوجيه أو خارج إطار الثقافة السياسية أو الموجهة السياسية لخدمة طرف أو لمصلحة طرف معين ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وكلها بجهود فردية من الشباب أنفسهم لا علاقة للدولة فيها. هذه جانب. أيضا معك الجانب الآخر للفنانين التشكيليين، لا يوجد معارض للعازفين والمبدعين في مجال الموسيقى، لا يوجد معاهد موسيقية متخصصة تدرس هذا المجال. للشعراء والكتاب والقاصين والروائيين لا توجد دار نشر واحدة داخل البلد. تخيل أنه بلد قوام سكانه 30 مليون وعدد مبدعيه بالآلاف، ونستطيع أن نعد منهم مئات متفوقون ومتميزون في كثير من المجالات، لا يوجد دار نشر واحدة سواء خاصة أو حكومية، وهذه موضوع كبرى. يعني حتى أنه اضطرنا أو اضطر الكادر الثقافي لصنعاء عاصمة الثقافة وأيضا لتريم عاصمة الثقافة في 2004 و 2010 أن يطبعوا كل المنجزات خارج البلد، لأنه لا يوجد مطبعة واحدة بمواصفات جيدة، لم تطبع بمواصفات عالية أو متميزة إلى على حد. صحيح. طيب الآن ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها ربما؟ لمن؟ هل هناك دولة لتصل لها رسالة؟ طيب يعني ما الممكن والمتاح الآن أمام هذه المواهب والمبدعين؟ ما هي الخيارات أمامكم؟ الخيارات أن يكون هناك اهتمام، أن يكون هناك رؤية لإدارة المبدع والمثقف والاهتمام به. كثير من المبدعين الشباب الآن داخل اليمن يتلقون دعوات للمشاركة في فعاليات أخرى. يعني أنا مثلا على سبيل المثال من بداية 2015 إلى الآن وحصلت على 6 إلى 7 دعوات، وكلها للمشاركة في مهرجانات عربية كبرى، وأيضا غيري من الزملاء الشباب يمكن أكثر مما حصلت عليه. لكننا نجد صعوبة في السفر، صعوبة من يتبنى لك أيضا إذا لم تتبنى الجهة المنظمة لهذا المهرجان تذكرة السفر، أو قد ربما يعتذرون عن دعوتك لأن تذكرة السفر باهظة ومكلفة. الدولة لا تستطيع أن تساهم، سواء حكومة الشرعية أو حكومة الداخل على افتراض أنهما حكومتان تمثلان البلد. يعني لا يوجد أي جهة من الجهات تعنى أو تهتم بالمبدع. الثقافة هي ركيزة أساسية لتغيير. طيب هل هذا هو حكم كذا بشكل نهائي أنهم لا يوجد اهتمام، أم حصلت تجارب لآخرين حصلوا على فرص مشاركة في الخارج وتواصلوا مع وزارة الشباب والجهات المعنية وتم رفض مساعدتهم؟ أنا واحد ممن حصل معه هذا الأمر، وتقدمنا للجهات الرسمية ولم نجد أي تجاوب، وكثير غيري. أنا أعتقد أنهم لم يخرج سوى باستثناء مبدع واحد. دعني أتحدث عن الشعراء مجال. طيب ما هي المبررات كانت مبررات رفض المساعدة؟ لا يوجد ميزانية، نحن في حرب، نحن في كذا، نحن في كذا. أيضا حكومة الشرعية غائبة تماما. مع أي جهة تواصلتم؟ تواصلنا مع وزارة الشباب بحكم أنه فائزين بجائزة رئيس الجمهورية بعض المبدعين، وأيضا تواصلنا مع وزارة الثقافة. صندوق الثقافة تقريبا الإيرادات التي كان يتحصل عليها انخفضت إلى الربع أو أقل من الربع، فباتت لا تكفي لسداد رواتب الموظفين أنفسهم، وأيضا لا زالت تواجه صعوبات في صرفها لإدارة صندوق الثقافة والتراث بحجة أنه مجهود حربي، وبحجة أنه لا يوجد موازنات، وأيضا كثير من الشركات التي كانت تدعم مثل شركة التبغ والكبريت وأيضا الجمارك وأيضا كثير من الهيئات والشركات، إنه لا يوجد استيراد، لا يوجد تصدير، لا يوجد كذا، وهناك مصارف أخرى وبعضها نهبت. أنا أعرف أنه نهب من صندوق الشباب أو رعاية النشوة الشباب في العام الماضي أكثر من 400 مليون ريال، كلها ذهبت للمجهود الحربي. ربما أول مشروع قام به الوزير المعين من قبل المجلس السياسي هذا هو العمل الذي قام به. طيب شكرا جزيلا لك زين الدين. اتصال آخر، الأخ ضياء، أهلا بك ضياء. السلام عليكم، مساء الخير أخي تامي لك
لجميع المشاهدين لبرنامج المنصة. وعليكم السلام. كيف تنظر لواقعكم كمبدعين؟ ما هي التحديات والصعوبات من وجهة نظرك؟ أنا مش حتحدث صراحة عن نفسي كمبدع أو كشاعر، مش حاب أصنف نفسي أيضا أن أنا شاعر ولا مبدع، لكن أتكلم بشكل عام عن الوضع اليمني اللي حنا عايشه، ويمكن الوضع العربي. بحاول أنا سمعت الضيوف الآخرين لما تكلموا في البرنامج عن التحديات اللي تواجه، بس شفت الأمر كان يحكوا عن تجارب شخصية. أنا بحاول ما بحكي عن تجارب شخصية، بتكلم عن الموضوع بشكل فكري نوعا ما. أنا أظن إنه التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشباب يعني لها ثلاث جوانب. يعني الجانب الأول هو جانب مجتمعي يكون على الولد والبنت، والجانب الثاني يكون مجتمعي ديني على الولد والبنت، والجانب الثالث يكون فقط ديني على البنت، مجتمعي كمان خاص مختص بالنساء فقط. الجانب الأول أنا أشوف أنه يعني مش من الآن، من 100 سنة الفقر، الجهل، النظام الدراسي، الحروب اللي بيعيشها اليمنيين من 100 سنة أثرت على الجانب الإبداعي بشكل كبير جدا. يعني لما نجي نقارن اليمن بالدول الأخرى المجاورة يعني بنشوف إنه حالة الإبداع عندنا متوقفة، يعني بركة متوقفة، يعني المفروض ما يكون نهر الإبداع نهر جاري ما يتوقفش، يتكاثر كل يوم، لكن للأسف باليمن بسبب الحروب والفقر والجهل والمرض والمشاكل اللي بيعيشها اليمنيين من 100 سنة ما خلقش مناخ أو جو بيخلي اليمني يبدع. الجانب الآخر من العادات اللي هو العادة المجتمعية اللي هي على الولد والبنت، إنه المجتمع بطبيعته، المجتمع اليمني بطبيعته فرض على اليمنيين أشياء معينة على الرجال والنساء، ما خلاهمش يبدعوا فيها، حاصرهم نوعا ما مثل التمثيل. احنا لما نجي نشوف يعني بلد مثل اليمن بحضارته وعراقته ما فيش فيه دور سينما، بلد مثل اليمن ما فيش فيه مسرح معروف، بلد مثل اليمن ما زالت يعني دور المرأة ودور الرجل في السينما دائما محدود، لسه ما تم مناقشة قضايا حقيقية، لسه ما دخلنا إلى الدراما الحقيقية، لسه ما طرحت مواضيع جادة بسبب إنه المجتمع بيحاصر دائما مثلا الممثل، المغني بنفس الوقت دائما عندنا الفنان عيب إنه يكون فنان سواء بنت أو ولد. طبعا للبنت إحنا عارفين إنه يأخذ لسه منحة أكبر من المنحة المجتمعية اللي هو المنحة الديني، العورة والصوت والمش عارف إيش. فلذلك لكن المبدع اليمني دائما محاصر، دائما مش قادر يطير ويفرد أجنحته. نعرف نشوف كمان مناحي أخرى، مثل مثلا عندنا علماء حرموا الرسم، حرموا التصوير، حرموا سفر المرأة للخارج. احنا اليمنيين بيلاقوا لحد الآن مشكلة انه يسفر بنته للخارج بسبب العادات المجتمعية. مش الكل يعني، قد في البعض تخلص من هذه القيود ربما. البعض تخلص، بس احنا بنحكي عن الطابع العاني يا استاذ سامي بصراحة، خلينا نكون صريح واضحين من انفسنا، يعني البعض القليل جدا يعني. لكن اذا احنا نتيح للشباب مجال اكبر الابداع، لازم نفتح لهم المجالات عشان يبدعوا، مش نخاطرهم. يعني اذا اذكر على سبيل المثال زهى حديد تقريبا، كانت مهندسه عراقيه قدمت تصاميمها للبرلمان العراقي، رفض كل التصاميم، ما حبش يتجاوز معها رغم انها قدمتها بطريقه مجانيه. يعني ايش عملت؟ سافرت الخارج، راحت المانيا، قدمت تصاميمها لحد ما صارت من اشهر مصممي العالم في المباني. بعدين تفاخروا بها. صحيح. اشكرك ضياء، اشكرك ضياء، شكرا جزيلا لك. طالبوها من البرلمان العراقي. فيما بعد صار الاهتمام والمتابعه والافتخار بها. اشتغل معاهم وترجعهم. اكيد. اشكرك جزيلا ضياء. اتصال الشاعره مليحه الاسعدي، اهلا بك استاذه مليحه. اهلا وسهلا فيكم.
في هذا الظرف وفي هذا التوقيت مناقشة التحديات والصعوبة التي يواجهها المبدعين، هل يعتبر ترف؟ المشكلة أننا نتعامل في اليمن على أن الإبداع والثقافة بمجملها ترف، سواء في الظروف الاستثنائية أو في الظروف الطبيعية، وهنا تكمن المشكلة. طيب باعتقادك الآن ما هي التحديات والصعوبات وما هو يعني المتاح الآن أمام المبدعين لتجاوزها والنفاذ ربما بمواهبهم وإبداعاتهم؟ بالنسبة للتحديات والصعوبات هي مرتبطة بالبيئة التي نشأ فيها المبدع، حيث نتعامل مع مجتمع يتعامل مع المثقف على أن دوره هامشي في المجتمع، لا دورا محوريا مرتبط بالتنوير والبناء. أيضا ربما هناك مشكلة مرتبطة بالمثقف نفسه، حيث يعيش حالة من الفصام بين وضعه داخل المجتمع ووضعه كمثقف وأديب. لدينا كثير من المشكلات تحتاج إلى دراسة معمقة للوصول إلى طحوة أو تنميط أو ربما تفصيل في نوعية التحديات، لأنها كثيرة مرتبطة بالمجتمع ومرتبطة بالأديب ومرتبطة أيضا بالمنتج الإبداعي. أشكرك جزيلا أستاذة مليحة الأسعدي الشاعرة، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر من المملكة العربية السعودية الأخ محمد، أهلا بك محمد. أخ محمد، يبدو فقدنا الاتصال. عن نفس الموضوع طرحنا سؤال من خلال صفحة الفيسبوك، نستعرض بعض التعليقات. الأخ علي يقول تستمر معاناتهم لأنهم يعيشون في مكان لا يقدر الإنسان بشكل عام، يعيشون في بلد يقتل المتعلم بيد الجاهل والمبدع بالسلاح العاجز، ويقدم من لا يستحق على من يستحق، كيف يمكن التخفيف؟ يبصر له مخرج من هنا عشان يعيش في مناخ يخلو مما سبق ذكره. الأخ عمر يقول نصف المبدعين من تعز محابيس في سجن مدينة الصالح، يتحدث عن تعز. الأخ عبد الكريم يقول يتساءل لماذا لا تكون هناك وزارة أو جهة تخص أو تهتم بالمخترعين والمبدعين ولصقل مواهبهم. الأخ عقبة يقول أكبر صعوبة يواجه المبدع اليمني أو الرياضي هي الوضع الذي تمر فيه البلاد، عدم الاهتمام من الجهات المختصة، إقحام المبدعين والموهوبين والرياضيين في هذه الصراعات يسبب الكثير من العوائق في تقدم عجلة الإبداع والتطور. مشاركة أخرى. الأخ عيسى يقول لو نتحدث عن الصعوبات كل حياتنا صعوبات، الموهوب باليمن في نظر المجتمع نفسه أن نفسه كالشاذ، يعني عنده موهبة، لا هذا مش تمام، الكل يقول كذا غالبا، ما تلاقي أحد يشجع الموهبة. أنا أعتقد أنه أولا أنه أكبر صعوبة هي المجتمع نفسه بطريقة إحباط الموهبة، ثاني الحكومة يجب على الحكومة متابعة الموهوبين وعدم النظر إليهم كنظرة المجتمع، يحاولوا حتى يدعموهم ولو معنويا، كلام وتشجيع وتحفيز لن نقول. الأخ عبد الباسط يقول نحن شعب موهوب، إذا وجدنا دولة سنتقدم في كل المجالات إلا في الرياضة لن نتقدم. 10 سنوات أتابع الكرة اليمنية لم أجد فريق لديه لياقة بدنية وقوة جسدية مع وجود الموهوبين، لأن شعب مخزن. مشاركة أخرى. الأخ أسامة يقول السبب الرئيسي هي الجهة المسؤولة عن استقطاب هذه الشريحة المهمة في المجتمع، والجهة المعنية هنا هي الدولة التي همشت وحاربت هؤلاء المبدعين سواء من الناحية المادية أو من جانب إهمال هذه الشريحة وعدم دعمها بما تحتاجه. لدينا اتصال أخ عمار، عمرو الحذيفي، أهلا بك عمرو. حياك الله أخ سامي، تفضل مشاركتك وتعليقك في موضوع الحلقة. السلام عليكم، أولا أحييكم وأحيي قناة بلقيس وكافة الطاقم. بالنسبة للمشكلة اللي يواجهها الموهوبين والشباب اليمني تأخذ عدة أبعاد كثيرة، يعني منها أبعاد الأسري، البعد الأسري والبعد المجتمعي وفي المدرسة ومن الدولة من كافة نواحي. يعني مثلا بالنسبة للوضع البعد الأسري
احيانا في اولاد يعني يكونوا موهوبين لديهم موهبه، لكن الاسره ما تشجعش الولد بشكل يعني بشكل مطلوب وبشكل مستحق، فيكون في تقصير في الموضوع هذا، حتى انه توصل في بعض الاسر انه يوصل الى احباط الطفل او الولد اللي لديه موهبه بكافه اشكال. اما بالنسبه للمجتمع قلما يعني نوجد تشجيع لاصحاب المواهب من حيث بشكل عام، يعني حتى بالكلمه حتى بالتشجيع معنوي او مادي. ايضا في مشكله من الدوله نفسها على مستوى الدوله انه ما فيش جهات مختصه تهتم بتنميه القدرات والمواهب للاطفال او الاولاد اليمنيين، فتشوف انه يلاقوا صعوبه او يوصل لمرحله انه يياس من الموضوع هذا ويغلق الموضوع هذا. اما بالنسبه ايضا للمجتمع منظمه المجتمع المدني لا باس فيها، يعني تاخذ مسار اخر جيد فيها، تقوم بالانشطه والفعاليات من لتشجيع المواهب بشكل بكافه انواعها. اشكرك جزيلا عمرو الحذيفي، شكرا لك. اتصال آخر. طيب تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.